تخرج الدفعة الخامسة من الجمارك الوطنية في موريتانيا، والتي تتكون هذه السنة من 149 عنصرا موزعين ما بين 50 رقيبا مهنيا و99 مأمورا من بينهم مجموعة من النساء. وقد خضعت الدفعة الجديدة لمختلف التدريبات العسكرية والتشريعات القانونية التي من شأنها الإسهام في حماية البلد من المخاطر المختلفة. لقد خضعت هذه الدفعة لتكوين مكثف لمدة 9 أشهر مكن من إعدادها وتأهيلها بدنيا ومهنيا من خلال التركيز على صقل المواهب وغرس معاني الانتماء والولاء للوطن والاستعداد للتضحية في سبيله والتسلح بالمهارات والخبرات المعرفية اللازمة لممارسة المهنة الجمركية. وهكذا فقد استطاع المتدربون من استيعاب برامج التكوين بشكل جعلهم اليوم يتقنون جميع الحركات ومختلف تشكيلات النظام المنظم بحرفية كبيرة. وزير المالية المختار للجاي قال إن هذه الدفعة ستلعب دورا مهما في تسريع الخدمات الجمركية في موريتانيا، حاثا على التحلي بالروح المعنوية العالية والتضحية في سبيل الوطن. كان لهذا الإنجاز أن يرى النور في عالم تكبله أزمة اقتصادية خانقة لولا الإرادة القوية التي تتحلى بها القيادة الوطنية في الوفاء بالتزاماتها التي قطعت على نفسها في مجال عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطنين والعمل على تقليص البطالة باعتبارها هي الرافد الأساسي للفقر. أيها الخريجون من ضباط صف ومأمورين، إن الكادر البشري هو رأس الحربة في معركة التنمية التي نريد كسبها، فكونوا على قدر المسؤولية واعلموا أن الوفاء للوطن هو الجميل الذي يجب رده. شهد الحفل عروضا تطبيقية عسكرية متنوعة، كما كرم على هامشه بعض المتفوقين من الدفعة الخامسة التي أطلق عليها اسم الرقيب المرحوم مبارك ولبونة الذي توفي أثناء تأديته لعمله.